السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك في قناة كوكب الأرض وتفعيل الجرس وعمل لايك للفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خضعت الفنانة المصرية دينا الشربيني لتحليل فيروس كورونا، وذلك فور علمها بإصابة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، وذلك للاطمئنان على صحتها. ونقلت مجلة فوشيا عن مصدر مقرب من دينا الشربيني أن نتيجة المسحة التي خضعت لها جاءت سلبية، لافتة إلى أنها قررت عدم الاكتفاء باللجوء للعزل المنزلي كما فعل فريق عمل مسلسلها لعبة النسيان، كونها الأكثر مخالط للفنانة رجاء الجداوي. وأوضح المصدر أن دينا الشربيني بصحة جيدة حاليا وتلتزم منزلها، لافتة إلى أن الفنان عمرو دياب بصحة جيدة أيضا، مبينا أنه لم يلجأ لتحاليل كورونا كون أعراض الفيروس لم تظهر عليه خاصة، وإنه اطمأن بعدما جاءت نتيجة تحليل دينا الشربيني. وكانت قد صدمت ابنة الممثلة رجاء الجداوي الجمهور عندما أعلنت عن إصابة والدتها بفيروس كورونا ودخولها على أسره المستشفى في محافظة الإسماعيلية. Thank you.